هذا وأكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن ميثاق العمل الوطني أسس قاعدة صلبة لدولة المؤسسات والقانون والانتقال لممارسة العمل السياسي. فيما يتعلق بالميثاق، الميثاق أسس لإقامة دولة المؤسسات والقانون في البحرين والانتقال بالممارسة الديمقراطية. اهتم يعني النخبة الاستشارية التي وضعت الميثاق اهتمت أولا بأن يكون هنا هذا الميثاق مرجعية لكل التشريعات في البحرين، فهي وثيقة توافقية بين رؤية جلالة الملك وبين الشعب اللي ارتضى هذا الميثاق وصوت عليه بأعلى نسبة. اهتم الميثاق أو اهتم المشرع عندما وضع الميثاق بكل المعايير المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أسس لقاعدة تشريعية واسعة لحماية وصيانة هذا الحقوق. عندما نتحدث عن الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية نفس الشيء أسس إلى هذه المنظومة. فالمشرع في البحرين عندما وضع الميثاق ثم بنى عليه الدستور وبنى عليه التشريعات كان محيط بأن يقدم للعالم تجربة متكاملة في رعاية وحماية حقوق الإنسان.